عليكم منورانا، وعليكي وعلى عيونك. اول مره نطلع مع بعض، لكن شرف ليا والله. يعني ملف كمان مهم جدا ان احنا اول مره يعني مع بعضينا على الهوا، لكن بنناقش ملف في غايه الاهميه وربط. انا نفسي اول مره زي ما كنت بقول اعرفه، ايه علاقه السمنه بالصداع؟ بصي بقى يا ستي، اول حاجه السمنه دايما الحاجه اللي فيها سمنه تزود لي ضغط المخ. يعني انا لو مريضه عندها سمنه، تبصي تلاقي ممكن جدا يحصل لها زياده في ضغط السائل النخاعي بتاع المخ. أوكي. سبحان الله. أوكي. يبتدي افراز السائل النخاعي يزيد والتخلص منه يقل، يبقى يعمل لي ايه؟ يعمل لي زياده في ضغط المخ من الاخر. زياده في ضغط المخ يبتدي يعمل لي ايه؟ تشوش في الرؤيه. تلاقي جيلها ميه على الريتنا. يعني ده زي سائل بينتج من السمنه نتيجه للسمنه. يعني انا كل ما ابقى سمينه يبتدي يحصل معايا تكوين زياده للسائل النخاعي والصرف بتاعه بيقل. يبقى انا بكون سائل نخاعي والتصريف بتاعه بيقل. فوجدوا في حاله زياده ضغط المخ ده ان السمنه احد اهم العوامل اللي بتعمل الموضوع ده. فطبعا الشكوى تكون ايه لما الواحد يحصل عنده بعد الشر زياده في ضغط المخ؟ يبتدي يحصل صداع، وبيبقى صداع الحقيقه رخم جدا، بيبقى شديد وبيبقى معاه زغلله في العينين. يعني ما تلاقي مريضه عندها زياده في الوزن وجايه بتقول لي صداع، بحترم الصداع ده قوي. لان احنا بنضطر نعمل لها طبعا اول حاجه بنعمل لها مقطعيه على المخ او رنين على المخ حسب المكان عندي متاح فيه ايه، وتاني حاجه بعمل لها بعد كده بذل من الظهر. يعني ايه بذل من الظهر؟ بندخل ابره بين الفقرات في مكان معين بحيث ان انا بقيس الحاجه اسمها الاوبننج بريشر، اللي هو ايه الضغط السائل النخاعي ده، بقيسه أوكي. بمعيار معين وبشوف اذا كان في زياده ولا لا، ولو في زياده ببتدي اسحب شويه من السائل. فشوفي الموضوع ما هوش ده موضوع كبير جدا، ده موضوع كبير جدا. وبدايته السمنه، وكمان قد يؤدي حسب ما انا يعني قريت ان هو قد يؤدي لامراض في المخ. بالظبط. ما هو زياده ضغط المخ دي ممكن تعمل لي مشاكل. طبعا اول حاجه الزغلله بتاعت العينين دي لو ما تعالجش كويس ممكن تعمل لي مشكله في العصب البصري بتاع العين. قاع العين يبتدي يحصل فيه ارتشاح، والعصب البصري ده جزء من المخ على فكره. طيب. احد اعصاب المخ. فتبتدي المريضه تقول انا مش شايفه، فاحنا دخلنا في عدم رؤيه. يعني أوف. يعني لو ما تعالجش مظبوط ودكتور شاطر ما قالهاش ده صداع نصفي ومشى الموضوع كده على السريع، لا، في وقفه. نعمل رنين مغناطيسي على المخ ونعمل بذل من الظهر ونقيس الضغط بتاع السائل النخاعي ونقول لها حضرتك عندك زياده في ضغط المخ. اوكي. يبقى ساعتها بديها ادويه بتقلل التكوين بتاع السائل النخاعي دوت، وبديها حاجات علشان تخس بحيث ان انا اساعدها. وهتقولي لي انا اللي بديها؟ انا اللي بديها. لان انا عارفه كويس ان انا محتاجه انزل بسرعه الوزن بصوره يعني سريعه بجانب الادويه اللي انا بديها، لان الادويه لوحدها طول ما هي لسه عندها زياده في الوزن يبقى انا كده مش هنوصل لحاجه.